لا اخويا طلقونا، قالك شهر ما تكومونتي، ما دير تعليق، ما دير جيم، ما دير ديسلايك، ما دير حتى حاجه اخويا، الا طلقونا. حليت الفيسبوك لقيت الدنيا مغالو العالم مقلوب. علاش الاساءه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ايه علاش يبقى فيك الحال اخويا؟ علاش راه فرنسي اساء الى الرسول صلى الله عليه وسلم لانه كافر؟ كمل لا فيديو، ماشي دابا تعلق تخرج من الفيديو تعلق وتقول اخونا هذا، لا كمل لا فيديو باش نتفاهم انا وياك، ولا نرويج يحرق القران ولا دانماركي نوضها ولا. لا لا اخويا لا، والله ما يبقى فيا الحال بالله العلي العظيم، انما هي اساءه للمسلم. وخصك تفهم واحد الحاجه اخويا، راه رضي الله، خصك تفهم واحد الحاجه، شكون اللي خلى دوك الناس انهم يسيئوا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها هادو يسيئوا يا محمد؟ احنا في المغرب انت براسك اللي كتفرج فيا، انت اخويا انت، الا من رحم ربك. كم من مره سبيت الرب فيها؟ ها اقول كم من مره سبيت الله سبحانه وتعالى؟ ها كم من مره نسمعها في المغرب والجزائر وتونس كتهضر مع تيك توك يا ربك؟ اعوذ بالله من الشيطان، نسيء الى الخالق عز وجل. هادو يسيء محمد، حنا نسيء الى من ارسل محمد. خويا انت اللي في المغرب تونس الجزائر اللي عايشين ما شايفين والو، ربما تقدر كتشوفهم ملي كيجيو عندك في الصيف كتشوفوا الافعال ديالهم، تما غادي تفهم. الجاليه العربيه المسلمه في الدول الغربيه المتقدمه والله ما فيهمش يربح الا من رحم ربك، في قليله خوتي. حنا العرب ملي كن كنكونوا في واحد المحيط كنسكنوا تيكثر فيه الاغتصاب، تيكثر فيه القتل، تيكثر فيه كيفاش انت بغيتي اخويا تقول لهم كيفاش بغيتي انت هاد الناس يبغيونا؟ كيفاش بغيتي اخويا؟ 75% من السجون في فرنسا مليانه يا حبيبي، الجزائريين المغاربه التوانسه اللي بيان الحباسات، عمري الحباسات، يعني الحباسات راه ماشي هي المدارس العليا، والحباسات الجرائم نورمال الحباسات. تيقول لك اش بين شتولتس زعما راني فخور في الحبس. كيفاش بغيتي انت هاد الناس يبغيونا؟ السويد الحباسات الاكراد المسلمين تعطيك الحبس، النمسا الحبس، تيبغيو يبيعوا الغبره باش يفتك انت بالمرسيدس. خوتي نعطيكم هاد المثال وانا مسلم قدامكم، اقسم بالله العلي العظيم. الاخوان في الالمان يامه الحزقه، يامه الفقر والشر، راه ما عمري سكرت في حياتي، عمري سرقت الديت ديال الناس والو، يعني مثال يحتذى. نعس في الباب ديال المسجد يامه الورقه على زوج يلا حرقي عوده باش تسمع مزيان، في الباب ديال المسجد في الدروج صلاو الفجر، تيتخطاوني انا وواحد الصديق ديالي مسكين، عاود لكم كيتخطاو. كيفاش انت بغيتي هاد الناس يبغيونا ما يسيئوش للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هاد الناس راه ما قراوش الكتب، انا كون قراو الكتب كون اهتدوا، وانما افعالنا هي من خلات اساءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم. انا والله ما يبقى فيها، وانما كيبقى فيها الحال ملي كنشوف دوك المسلمين ديالنا كيفاش كيتعاملوا هنا، كيفاش الصوره ديالهم البشعه على هاد الناس، كيعطي واحد الصوره خايبه لهاد الناس بزاف ديال ها. اقسم بالله لو ولينا نحشموا نخرجوا بالدراعيه ديال المسلمين نمشيو نصليو الجمعه ولا نصليو، اقسم بالله العلي العظيم ولينا نخافوا. علاش؟ راه كرهوا هاد الناس هادو في الدين الاسلامي. شي واحد كذبت شي ما شي قاوري ضرب للحياه وتقول هذا راه سبب وشي مسلم هو اللي خلاه يسلم، والله ما كاين شي حاجه والله اخوتي، لا يقز قرا شي كتاب ديال الاسلام ودخلاته الا من رحم ربك. ولهذا الله يجزيكم بخير، راه حنا اللي نقدروا نعطيو الصوره الصحيحه للاسلام والمسلمين، وحنا اللي نقدروا نصحوا الصوره ديال الاسلام كما خربقناها. أعانكم الله وبيعوني، ونتمنى أنكم تفهموا الفيديو، ونتمنى أنهم يعطونا شي 30 يوم أخر. يلا سلام عليكم.